السلام عليكم خالتي، ما نطولش عليكم باسكو جو فيان سورتير دو المركز الامني فقط. سي اجراءات روتينيه برك، الامن تاعهم كيما نقولوا حنا الامن الداخلي تاع سويسرا، يعني لانه على جنب شان الوقفه والاوتوريزاسيون، الاوتوريزاسيون عندي تاع الوقفه، وكذلك انا بمهمه اعلاميه ب هنا اليوم اوردر دو ميسيون ايتو، كان فيه يعني سماع على واش قلت، باسكو الامر شويه امر روتيني يعني امني بالنسبه ليهم، فقط اريد ان اطمن الكل، هذا امر روتيني بكل احترام، ما كان حتى مشكل عندي الـ 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 يعني فيريفا والكارت تبعي تاع 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 لابريس انترناسيونال وكل شيء، ما كان حتى مشكل، باسكو لانه هناك اخبار تقول بلي راهو تم اعتقال عاصم شاكرة، هذا امر روتيني، جاو تعيطوا لي، ركبت معاهم رحت، ما كنتش حاسب كنت حاسب يهضروا معايا تم، لكن رحت للمركز برك فيريفاو الوثائق كامله، تصريح بالوقفه اللي طولت شويه لانه كانت ما كانوش ينتظروا بالكم الهائل اللي راهو جاي، هذا محييهم، راهو اتصلت بالكابيني دافوكا تاع يوسف بعشا اللي نحييه، هو اللي اتخذ الاجراءات لانه كامل التصريحات دارهم كابيني يوسف بعشا اللي احييه، نعم خاوتي، والتصريحات هذه سي بيونت يعني بالدراهم، يعني كي ديرها نص ساعه تخلص زي، وكي ديرها ساعه تخلص زي، والكابيني تاع يوسف بعشا هو اللي يعني اللي متكلف بهذه الوقفه والتصريحات كامل، اذا لافوكان تاعو هو اللي كلمهم، جاي كان جاي في الطريق كي شافوا الكارطه تاعي وباللي راني عندي اورد ميسيون، خاصه الامر بمهمه هذه تاع 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 التغطيه الاعلاميه، خلاص سي بون، سمعوا كتبوا سي بون، ما كان حتى مشكله، الوقفه كانت ناجحه جدا، صداها راهو الاعلام العالمي راهو يهز فيها، وراكم تشوفوا رسالة كانت واضحة جدا، أراي من هنا هذا المركز تاع الأمن الداخلي، هذا الأمن الداخلي تاع سويسرا. المهم نحيي كاع الجزائريين، كاع الناس اللي جات، نقول لهم ما تخموش، حنا رانا دي جلادياتور واحد ما يخوفنا، قادرين على شقانا، وما كان حتى مشكل، وحنا نمشيو مع القانون وبالقانون، وهكذا ونفس الشيء مع الماتش تاع الجزائر، بالقانون نديوه وبالقانون نجيبوه حل ولا قوة، وأحيي كل الجزائريين اللي جاوا، هشام جماعة عبد الله كامل اختي صوفيا طوطو خوبا زوكا جماعة تاع ليون اللي جاو، خاصة جماعة ميلوز العلامة الكاملة، وجماعة ثانيك تاع اللي جاو من هنايا تاع بازل والمانيا وكل شيء، احييهم، سامحوني لغالب الامن الداني ما قدرتش نقعد معاكم بزاف، لكن دوك نزيدو نعاودو واحدة اخرى اكثر من هذه تاع اليوم، واكرر الشكر للمحامي تاع المكتب محاماة يوسف بعجة اللي راهو تم رعد يعني السرعة في الاداء، وشكرا اخونا يوسف بعجة على كل شيء اللي راهو يدير فيه، هو اللي سهل لنا كل شيء هنايا في الوقفة، لانه التصريحات صعبة جدا في سويسرا، وتخلص يعني بالساعة تخلص، وراك تشوف دوك نعتلكم سامحوني، هذه هي دوك ننشرها لكم، هذه هي تاع التصريح، وهو بالوقت يخلصوا الدراهم، يعني حتى كي الشرطه كيجيبوا 20 شرطي زي 100 شرطي زي زادوا يزون طلبوا دي رونفور صافي دير زادوا زودوا لا فاكتور، اسمح لنا خويا انا يوسف في خاطر البلاد، معليش على بالي انت ما تهضرش في خاطر الجزائري والشعب الجزائري يستاهل كل خير، وان شاء الله ربي يفرح خاوتنا الجزائريين، وباذن الله رساله هذه لاي واحد، وباش يشوف اللي راهو جزائري ما يطلقش حقه، ومازال كاين جديد، وباذن الله لو 12 نفرحوا كامل ويفرحوا كاع الجزائريين، اعدكم باننا سنفرح باذن الله، والناس المرضى ندعيوا لهم، وهذوك الجاليه ندعيوا لهم بربي يجيب لهم الشفاء، هذا ما كان، السلام عليكم خاوتي، وما كان حتى والو، دوك نعيط لكم وسامحوني يا كامل.